ما بقى ممكن كل ما تغيرت حكومة واجت حكومة جديدة ال 24 وزير كل واحد بده يجيب ضيعته بده يجيب كل جماعته يحطهم بالحكم أو يحطه بالإدارة. ما بقى قادرة الدولة تتحمل كل واحد فاشل بمحاماته أو بهندسته أو بحياته أنه يجي يلفي على الدولة لأنه هون مأمن. ما بقى لنا حق اليوم الدولة تحمل أعباء كل شيء في مواطنين منهم عارفين شو بد. منساعد نخلق ضمان اجتماعي مظبوط، منخلق كل الأجهزة الاجتماعية اللي ممكن تخفف أعباء عن المواطن، بس الدولة كإدارة منا قادرة بقى تحمل كل هالأعباء هيدي، منا قادرين نحمل كل هالرواسب. إدارة بدها تتخفف، إدارة بدها تتطهر. تتطهر مش بمعنى أنه كل واحد ما صوت معنا بالانتخابات نبعته على البيت، لا، أو كل واحد ما بيقول أمرك يا بيك وطول عمرك معناتها هيدا مثل ما صار بالماضي، لا.